إذاعة تونسية تعيش معك. أنا قلت لك لسان نامة منامة وطلعت فارغة، هيك هي الحكاية، بنام شيء بقى حتى شيء الحقيقة من تونس. بعد الثورة إن شاء الله يحسنوا الظروف الوظيفة العمومية ونعيطونا عن الحاجات اللي كنا طالبنا على خاطرهم، المساواة وكل اللي كيما تحقق حتى شيء. تو 6 سنين نستنى كل عام يقولوا تسوية وضعية ونبعث المطلب ونفس ما تبدل حتى شيء. رجعت حجاج بن يوسف لتونس باش تولي، لأن حتى إنسان ولا يمشي خايف على روحه، وليداته ولا خايف عليهم. قبل الثورة كنت ناخدة، أصبحت بطالة. شنو مثلا ما فيش باش تحقق يعني الثورة؟ شفنا منها، شفنا منها حتى شيء. يمكن قاعدين نوخر مش قاعدين نقدم في كل شيء. برشا حوايج ما غير حتى حاجة، كثرة الرشوة وكثرة التجاوزات وكثرة التسيب في البلاد. حرية التعبير باهية، أما سيتو سكيا شو الزوالي. نقولوا نحن الطبقة الوسطى ما عادش خالطة، خلي الطبقة الفقيرة. بوما إن شاء الله برشا حاجة تتبدل في كوتي، في كوتي القراية، في كوتي الخدمة. خير يا ربي إن شاء الله، إن شاء الله مع صغيراتي ومع أولادي إن شاء الله نمشي للخير إن شاء الله. يا شنو تحقق؟ تحقق حرية التعبير، الاقتصاد والشغل. مازال كيف ما ذمي شويه صبر من عند الاخيان اللي معناتها مازال ما لقاو الشغل، واحد وديما يرميوا الثقل على الحكومات، معناتها فهمتني، هاي ديما يرجعوا الحكومه اللي فاتت ولا هذه. ان شاء الله مع الشعب التونسي كل، وان شاء الله ربي يحمينا ويحمي هالبلاد، ان شاء الله تكون امنه ونكونوا امنين فيها. تحقق كل خير، تحقق كل شيء احسن ما يوراهم. شنو نتحقق حاجة تحققت شيء، وإن شاء الله المستقبل يكون خير، إن شاء الله المستقبل يكون خير. عملوا بها ثوركم اللي مش متحقق حد شيء. كيف بيطا ربي يصلح لك يا وليداتك. تعيش معك.